اتفضلوا كلكم وقفوا لي طابور قدام المكتب. انا بقالي اسبوع في موال مع واحد منكم. بخصوص الرجاله اللي بتشتغل في الفرن. الفرن ده مش بتاعي. لا. ده بتاعكم انتم. انتم تستاهلوا كل خير. وعشان كده عملت لكم حاجه. عربون جدعنه. 10 ايام لكل واحد فيكم. ربنا يخليك يا معلم يا كريم. والعشر ايام بتوعك هيبقوا 15 يوم. عشان ده راجل صاحب عيل ولازم نقف جنبه في الزنقه. ربنا يخليك يا كريم. ويديك الصحه. يا سيدي المعلمين. ويديك الصحه يا طنطاو. اما اخونا قليل الاصل قال لي يا معلمه العمال دول صنف نمرود. اديني انا 15 يوم. ونايمهم لك انا بكلمتين. قلت له لا، العمال دول اخواتي حبايبي وانا عايش من خيرهم. مين النجل ده يا معلم؟ شوقي. حسابك يا شوقي العشر ايام معايا انا. وده شفروت. ايوه يا معلم. خد عم صابر وقبض الرجاله وما تنساش زي ما قلت لك. من عينيا يا معلم. استنانا يا شوقي. يلا رجاله. يلا يلا يلا. مش عرفني. طب شوقي عامل ايه؟ انا عارف يعني. ايه يا معلم؟ انت بتقفل الباب ليه يا معلم؟ هنرقص دانس يا روح امك. عيب يا معلم، انا ما غلطتش فيك وما تجيبش سيره امي. عجبي. ما هو ادهم معروف. من دداك ددي ومن عداك عدي. صح يا واد؟ معرفش. النجم ميت وهو حي. يا معلم انت عارف كويس قوي ان انا مش نجم. نجم شويه عليك يا خسيس يا ابن الخسيس. كام دول يا خمسه يا معلم. ودول يا خمسه يا معلم. يبقوا كام يا يبقوا 10 يا معلم. العشره دول بتوعك. يا معلم انا مش عايز امد ايدي عليك. الله، انت بتقلع هدومك ليه يا معلم؟ عشان اوريك هو مين المعلم. يا معلم اختشي. اختشي يا معلم. فهمني انت عايز ايه بالظبط. عاوز اوريك نار المعلم اللي بتعلم على الجلد واللحم والعظم كمان. وعشان انت طماع خد الخمسه دول والخمسه دول. يبقوا 10. يا معلم يا معلم اخد الشيطان وانا غلطان وحقك عليا. يفيد بايه يا نادم؟ صح يا واد. صح يا معلم. وخد العشره دول يا روح. روح يا خسيس. انا نفسي اعرف حاجه واحده بس. الواد سفروت قبضنا 5 ايام والمعلم قايل 10. انا ما اعرفش حاجه. سيبني في حالي يا عم معروف. خلاص خد حسابه. طبعا انتوا عايزين تعرفوا ليه اخدتوا 5 ايام بدل العشر ايام اللي احنا اتفقنا عليهم. بسيطه. ايه مقابله المره دي يا داغر؟ انت امر من الموت يا داغر. داغر كده حاف وانا اللي جاي متسربع عشان اطمن عليك يا وداد. معلش معلش يا وداد. خدي الفلوس دول. خدي. ولو اني معذور لكن قلت لنفسي يا داغر وداد احق. خد يا وداد. خد يا وداد. وداد 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 وداد. امشي اطلع بره. Somebody. Somebody.
انت ايه بس اللي خلاك تقوم السرير؟ كتر خيرك يا ولاد انك سطرتيني وحبستي على العرض. عليا نموت لا اشوفك. ده اللي حصل يا تامر. معلش يا عوض، هتعمل ايه؟ ده غير عمره ما ساب حد في حاله. بس مش كل الطير اللي يتاكل لحم. خلي بالك، ده غير ضوافره طويله قوي. هقص له ضوافر، وايديه اللي اتمدت على بقى الشحات هقطعها له لو فكر يمدها علي. لا، انا خايفه عليك قوي، خليني جنبك. خليك انت بعيدة تانا. انا كمان ليا ترى عنده يعود ولازم اخده. لا يا تانا، لا الكيش دعوة بيه طول ما انا موجود، والكلمة اللي اقولها ما احبش اتنيها. عارف يا عود، انت علمتني حاجة مهمة قوي في الدنيا دي. ايه هي؟ ان الواحد ما ياخدش الناس بالمظاهر. يعني ايه؟ يعني عوض ابو نص لسان يبقى لسانه طويل للدرجه دي؟ ده انا كنت اتمنى ان لساني يطول قد كده 10 مرات. حش حش، لسانك هيطول على مين يا سي عوض؟ عوض هات لي ترمس. ترمس ايه؟ ده انا هجيب لك الدنيا كلها. لا يا اخوي، انا مش عايزه غير الترمس، تاكلهولي بايدك. حاضر يا تمتي، اديني بريزه ترمس وتوص من عناي. بالك يا عوض، انا نفسي اقلع الملاي وانزل راس، الناس تتلم ونديها طبل وراس. ايوه، وانا اقف اتفرج عليك. ما تسيبها يا اخي تديها راس وخلينا ننبسط شويه. ايوه يا اخوي، هي تديها راس وانا اقف الم النقطه. هات انت خد ترمس. جوز هات، انت بتبص فين؟ يلا يا اخي تعالى يلا. ما تحكيش، الراجل صدق انك هترقص. الترمس اللوز اللي بيرقص لوحده. ادي حكايتها يا رجاله، وحكايه الشحات الله يرحمه. يا سلام، بداغل يعمل كده ويعمل اكتر، وهيعمل اكتر واكتر لو فضلنا ساكتين. وهنعمل ايه يا عوض؟ نلعبه بطريقته من غير ما يحس. كل واحد فينا لازم ياخد حقه، انا مش هسيبه، والحق عمره ما يموت لو كان وراه مطالب. وانا معاكم، بس قولوا لي اعمل ايه. وانا صعوض، انا من ايدك دي لايدك دي. وانا قدها وقدود يا عوض. طب الفاتحه يا جدعان، ان احنا كلنا نبقى يد واحده. وانا معاكم يا عوض يا ابن الشحات.